احنا قلنا الايكوي جوين الشكل الجديد بتاعه اسمه انر جوين، اسمه انر ايه؟ انر جوين، سموه كده. هو ليه بس ليه سينتاكس مختلف شويه، بس مش اكتر من السينتاكس المختلف. هنعرف السينتاكس بتاعه وتعالى نطبق نفس التو اكزامبلز اللي احنا عملناها نشوف، عشان تبقى عارف دايما ليه، يبقى كشف الفرق اللي بينهم على طول. يعني هو الفرق ايه؟ هما بيقوموا بنفس الوظيفه وبيأدوا نفس الاداء. فلو احنا مثلا جبنا اللي هو الاولاني البسيط اللي هو كان بتاع التيتشر والديبارتمنت مثلا، ده اللي هو كان عامل كده، فاكرين صح؟ ده الشكل اللي هو كان بتاع الايه اللي احنا بنسميه الايكو جوين، عشان يربط لي ما بين تو تيبلز ويجيب لي مراد ليها معنى. الانر جوين قريب منه جدا، هم جاي قايل ايه، سلكت لي كذا وكذا وكذا وكذا، ما فيش اي مشكله خالص ماشي، وفروم ما فيش فيها مشكله. بعد فروم بنقول اسم التيبل الاولاني، مش مشكله خالص، يعني هقول له الديبارتمنت. بعد كده بكتب كلمه انر جوين ماشي، واكتب اسم التيبل الايه الثاني تمام كده. يبقى اقول له الديبارتمنت اللي مرتبط في الاصل مع مين؟ مع التيتشر. قول وحدد ايه اللي بيربط ايه؟ اللي هي الريليشن شيب اللي موجوده عندك. لو فورين كي كان عندي كان اسمه دكتور صح؟ اللي هو ده يكون بيساوي مين؟ اللي هو الديبت نمبر، وخلاص على كده. يبقى كده بالنسبه لنا عملنا اللي هو ال قال لك الجمله دي هي الجمله الافضل، لان دي بتفرق ما بين الجوين وما بين الكونديشن اللي هو الوير. فتبقى عندي ان انا عندي جمله جديده من وجهه نظري طبعا، كلام ما بحسش ان هو كلام يعني الاندكس كده كده موجود، فانت كده كده بتشتغل مش اي مشكله. لكن في الاول وفي الاخر كتفصيل نظري ما فيش فرق، لان كسنتك في ماث. طب ما هو في الاول وفي الاخر، طب ما انت برضه دخلت الجوين جوه الفروم، وكان المفروض في حته كانت تعمل له حاجه اسمها جوين مثلا. بس كده يعني ايه الكلام، يعني هو كله سنتكس وخلاص، بس المهم انك تبقى فاهم ان هو نفس الايه؟ نفس الريزلت في الاخر. لان في داتا بيز ثانيه بتعتمد على اكثر من حاجه ثانيه غير غير الانر. يقول لك مثلا ناتشرال جوين. ايه يا عم الناتشرال جوين يربط على طول طالما شايف نفس الفورم كي ونفس البرنامج كي يربط واحده ماشي. إيه طب لو انا بالحظ عامل هنا اي يو وعامل هنا اي دي، هيربط بالاي دي رغم ان الاي دي ده اي دي بتاع الموظف والاي دي ده اي دي القسم، وهيربط اي حاجه في اي حته. فهي بس مجرد ايه يعني تنوع في التشكيل، في تشكيله الكتابه، لكن ما هياش في اصل الموضوع، ما هياش في اصل الايه؟ في اصل الموضوع. تعال نجرب. متشابه ده لما بتعمل حاجه متشابهه بنضرب بتبقى معاك لما مش مظبوط تمام. بيحسنوا في الحاجات، ممكن تكون اتحسنت في بعض الفيرجنات يعني، لكن هو ده الاصل كان بتاعته كده تمام. المهم انا هنفذ نفس الجمله اللي حصل، جاب لي النتيجه السليمه. قال لي فاروق في الكمبيوتر، اقعد في الكمبيوتر ده، قال لي سالوك الكوميرس ومحمد السيد، وجاب لي النتيجه نفس النتيجه اللي احنا كنا ايه؟ كنا بنتكلم عليها بالظبط. طيب حلو، مفيش مشكله، عرفنا ان في حاجه اسمها بالانر جوين، وعرفنا الحاجه بالايكو جوين. تعال نجيب بقى اللي هي جايبه لي من ثلاث جداول اللي لسه كنا عاملينها. والجول دي بقى لو اتعملت بالانر حد يقول لي كده هيحصل ايه؟ نسخ لكم بس تبقى متشافه. دي الجملة صح؟ اللي احنا كنا عاملينها. هنشتغلها نفس الاسلوب بالظبط، بس هنشتغلها بالانر. فهو جاي قايل له ايه؟ سيلكت الفريم والتايتل والسكور. ها؟ مين يقول لي؟ فروم نبدا بمين؟ يفضل تبدا باللي عنده طرف واحد. يعني مثلا الستادي هو اللعنة. هو اللي في النص.
واربط الستودنت بالستادي والستادي بالايه؟ او اجيبها بالسبجكت او السبجكت بالستادي والايه؟ والستادي بالايه؟ بالستودنت. لان السبجكت اصلا هو مستخدم في النص، هو اللعب اصلا جايه في النص. فيبقى افضل لو عملتها كده تبقى اريح لك يعني. ان انت هتيجي تقول له مثلا للستودنت للستودنت ممكن تديله للستودنت مثلا اس بس او خلي زي ما كنا ماشيين ستود صح؟ وهتقوم جاي كاتب ايه؟ انر جوين خلاص، وتقول الايه؟ التيبل الثاني اللي انت عايز تشتغل عليه. وليكن التيبل الثاني احنا هنربط بيه مين هو؟ الستادي خلاص؟ انر جوين مع الستادي اون ايه؟ ادي الستودنت مع الاستادي. احنا بس الاستادي هندلعه برضو عشان ما يبقاش يعني ما يزعلش، ما تبقاش في تفرقة، ما تفرقش ما بينهم طالما دلعت الولد تدلع البيت تدلع الطالب زي. طيب عملت كده خلاص مفيش اند عندي، هم داخل على انر ايه؟ انر جوين كمان، هم جاي قايل والله في كمان انر جوين مع مين؟ مع السبجكت. ده معنى السبجكت ايه احنا؟ سب. طيب قول واضرب الايه؟ العلاقه اللي هي دي صح؟ كده ربطت ما بين الايه؟ الثري تيبلز بشكل الايه؟ بشكل انر جوين. فلو نتست بس نشوف اللي احنا بن اللخبطه ده شغال ولا مش شغال، خش على اس كيو ال وجاي له ايه؟ البيست الجمله بتاعتي واقول له جو. قال لي سامي 45 80 وقال لي طه 80 70 مظبوط تمام. يبقى شفنا الشكل بتاع الايكو جوين وشفنا الشكل بتاع الانر جوين وعرفنا ان هما الاثنين بس جاست سينتاكس مختلف ما بين الايه؟ ما بين الجملتين، لكن ما هماش حاجه مختلفة. طيب في نوع تاني اسمه النون ايكو جوين، والنون ايكو جوين ساعات بيحتاجوا مش كتير بس